السلام عليكم. قال المتحدث باسم قوات عملية الكرامة أحمد المسماري إن عددا من العائلات الليبية ومواطنين مدنيين وعمالا وافدين تمكنوا من الخروج من منطقة جنفودة. وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء أن عدد من خرجوا بلغ 12 عائلة ليبية و33 مواطنا ليبيا جميعهم مدنيون، إضافة إلى 46 من العمالة الوافدة من السودان وسوريا وبنغلاديش، مبينا بأنه تم تسليمهم إلى لجنة مختصة بالعالقين. من جهته قال الباحث بمنظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح إن معلومات الأولية لدى المنظمة تفيد بخروج ما يقارب 30 عائلة من منطقة جنفودة، فيما لا تزال 11 عائلة موجودة داخل المنطقة حسب المعلومات المتوفرة للمنظمة. وأشار صالح في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى اقتياد العائلات عند خروجها من منطقة جنفودة من قبل قوات عملية الكرامة، حيث تم نقل الرجال إلى سجن الكويفيا فيما تم إطلاق سراح النساء ما عدا واحدة حسب قوله. وأفاد صالح بوجود معلومات لم يتم التأكد من صحتها بعد تفيد بتصفية مدنيين اثنين من العائلات التي خرجت على يد قوات تابعة لعملية الكرامة. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر سكايب من جنيف الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح، وعبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. أرحب بكم جميعا. وأبدأ معك سيد صالح، إذا بحسب المعلومات التي وردت إليكم كيف تمت عملية خروج العائلات والمدنيين الذين كانوا عالقين بمنطقة جنفودة في أي ظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي كانت فيه نداءات يعني سابقة، وكان فيه محاولات لإخراجهم حسب طلبهم عن طريق البر، وتدخلت الأمم المتحدة ووساطات يعني مختلفة، لكن للأسف كل يعني نتيجة التعنت من عملية الكرامة كل هذه المحاولات لم تنجح. هناك يعني في هذا اليوم كان فيه نداء من كتيبة 210، هي كتيبة يعني تتبع احدى كتائب يعني عمليه الكرامه، يعني سلفيه او يعني تتبع الفكر المدخلي. كانت منها نداءات لاخراج الاهالي او بشكل سلمي، فخرجت مع مجموعه من الاهالي في ذات الوقت. يعني اثناء الخروج تم استهدافهم من قبل كتيبه 21، وتم يعني قتل في فورا يعني احد الاجانب من العماله العالقه الموجوده هناك. اصيبت امراه كانت تنزف، وكنا يعني طلبنا فورا بتدخل الهلال الاحمر الليبي واتصلنا بهم، واصيب طفل صغير فاضطروا للعوده. ثم جاءت نداءات اخرى ان القتال سيوقف، وتم فعلا ايقاف القتال. خرجت العائلات، تم تجميعهم في معسكر حسب علمنا اللي هو ال 21. بعد تجمعهم بتقريبا قرابه نصف ساعه يعني قطعت التواصل بيننا وبينهم. علمنا بعد ذلك انه تم سحب اجهزه الاتصال منهم التليفونات، وعلمنا ايضا بعد ذلك التواصل لم يكن معهم مباشر، ولكن باتت معلومات تاتينا بطرق اخرى غير مباشره ان النساء تم اطلاق سراحهن لاحقا مساء، بينما تم التحفظ على جميع الذكور في سجن جنفودة. ما وصلنا من معلومات حقيقه ليست مؤكده في قضيه يعني تصفيه اثنين من الرجال في معسكر 21. نحن نعرف اسماءهم لكن ليس لدينا تاكيد بحدوث هذا الفعل. بالنسبه للبقيه يعني لا زالوا الى هذه اللحظه لا نعلم يعني ما مصيرهم بالضبط. طبعا كتجربه سابقه بالنسبه احنا كتضامن، اي حد تنقطع عنا الاتصالات وتنقطع اخباره ولا يمكن التواصل معه، فيكون الامر يعني معرض لتعذيب، معرض لقتل. طيب، كل انواع الانتهاكات وارده. طيب سيد الحر، اي الاحتمالات التي تظن انها دعت هؤلاء العالقين في جنفودة الى الخروج منها في هذا التوقيت، رغم انها ليست المره الاولى او هذه الاشتباكات ليست بالجديده في هذه المنطقه تحديدا؟ عفوا اعيد السؤال. السؤال هو ما الذي دعا الاهالي الى الخروج الان من هذه المنطقة رغم أن الاشتباكات ليست بالحديثة على جنفودة؟ أنا لا أستطيع الجزم، لكن أعتقد ذلك يؤكد
انهيار طرف احد اطراف النزاع المسلح، الامر الذي ادى الى خروج هؤلاء العالقين بالدرجه الاولى. يعني هذه المنطقه تحت سيطره من؟ هي تحت سيطره تيارات ارهابيه، ايضا تحت احد اطراف النزاع الموجود في بنغازي. تمكن هؤلاء من الخروج دليل على انهيار قواتهم بالكامل. طيب، لنتحدث عن الأمر بمنطلق سياسي سيد لملوم، لماذا غاب الزخم الدولي والمحلي بشأن مناصرة حق تلك العائلات في الخروج من منطقة جنفودة دون أي قيد أو شرط مؤخرا تحديدا؟ في واقع الأمر، تحياتي لك يا أولا شفتي علا، وتحياتي لضيوفك الكرام. المسألة تتعلق بما صدى الإعلام الصادر من الجهات الأخرى أن نلحقه من تشويش وشيطنة بكل من كانوا يقفون ضده وكل عناصر ثورة فبراير. الإعلام سلاح خطير، وبالتالي جعلوا من أهل الغرب كلهم دواعش وهم مسلمين، وجعلوا من هم في البنيان المرصوص أنهم إسلاميون متشددون، وجعلوا من ثوار الذين وقفوا في بنغازي لمحاربة جحف الجبران أيضا متشددون ودواعش. وبالتالي نحن نرى الآن الأمر أصبح واضح، عندما خرجت دواعش وأفرغ سبيل الدواعش لأن تحركوا من قنفودة ويخرجوا سالمين بسيارات جديدة، وعندما جاءوا الدواعش من الدرنة إلى سرت، والآن نرى أن من يدعي أن يحارب الإرهاب أصبح يحارب منبخة من هؤلاء، وهم هؤلاء هم ثوار بنغازي الذين حموا بنغازي والذين صدوا جحف الجبران عليهم. الآن أصبح المسألة واضحة، هذا النظام من هم في شرق ليبيا لا يحاربون إرهابا ولا يحاربون إلا من يقفون في طريقهم للوصول إلى السلطة. المجتمع الدولي استطاعوا أن يقنعوه بأن هؤلاء إرهابيون، وبالتالي نجد أن التلكؤ الذي رأيناه سواء كان من منظمات حقوق الإنسان لم تتابع هذه القضية ولم تصر على أن يكون إطلاق هؤلاء أو تعطى لهم الفرصة لأن يخرجوا آمنين من مدينة قنفودة. وهذا ما حصل، هذا التلكؤ هو يعني تعبير عن فشل إعلام الثورة، إعلام فبراير، في أن يصل صوته ويقنع العالم بأن ما يجري هي عملية تسعى إلى أن يعود النظام السابق ليحكم البلاد، وأن هناك عملاء لهذا النظام في ليبيا وهم من يحاولوا أن يشاطنوا ثورة فبراير ومن يسيئوا إلى ثورة فبراير، ونحن نراهم الآن ماذا يفعلون بكثير من الأشياء التي تضايق الشعب الليبي وتسد عليهم سبل الرزق والعيش الكريم. طيب سيد صالح، العائلات التي أو المدنيين بشكل عام الذين لا زال يتحفظ عليهم كما قلت في مداخلاتك السابقة من قبل قوات عملية الكرامة، لا تتوفر لديكم معلومات حول السبب الذي أدى إلى اعتقالهم؟ يعني هو السبب معروف، ولذلك يعني كان فيه رفض يعني مستمر منهم، وطالبوا نداءات متكررة ويعني نداءات عاجلة بإخراجهم عن طريق البر لعدم ضمان يعني حياتهم وفي حال خروجهم عبر البر، ولكن طبعا ضاقت بهم السبل، ضاق عليهم الخناق، فلديهم أطفال، لديهم نساء، فما لا سبيل لهم إلا الخروج. نحن لا أخفي يعني القول أني يعني سعدنا بخروجهم كون ما بين مصيرين، ما بين الموت يعني في نفس المكان أو الذهاب إلى مصير آخر هو يظل مجهول، ولكن على الأقل يعني ما زال في قلوبنا يعني بصيص من الأمل أن يكون هناك رحمة في قلوب هؤلاء، أن يعني يخلوا سبيلهم ويتركونهم على الأقل الأطفال والنساء، ولكن لم يكن لهم أي خيار يعني سوى الخروج. إن هذا الأمر واضح، ويعني نحن أنفسنا طلبنا بذلك، لأن لم يكن هناك خيار، كل ما كان نسعى له بعد ذلك هو الحفاظ على أرواحهم، خروجهم بشكل آمن، ضمان ألا يعني يطالهم مكروه. كل يعني هذا ما سعينا إليه. الأمم المتحدة تواصلنا معها أمس واليوم بقضية التواصل مع عملية الكرامة، يعني من كانوا في 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 وساطة دولية مع عملية الكرامة تواصلنا معهم أمس أيضا بضرورة الحفاظ على أرواح الناس، عدم تعذيبهم، عدم يعني تعريضهم لأي شكل من أشكال المهانة والبشرية. تواصلنا مع البعثة الأممية اليوم صباحا في قضية تحذير هؤلاء
من مغبة الإقدام على أي يعني أعمال يعني تنتهك حقوق هؤلاء وأنهم. طيب ولكن سيد صالح، يعني بحسب الناطق باسم عملية الكرامة سيد أحمد المسماري، وأكد بأنه تم تسليم هؤلاء المدنيين إلى لجنة مختصة بأمور المدنيين الذين يتم إخراجهم من جنفودة. هل لديكم معلومات حول ممن تتكون هذه اللجنة؟ ما طبيعة الإجراءات التي تتخذها؟ يعني بالنسبة لنا نحن يعني معسكر التابع لكرامة لا نثق فيه حقيقة، ولا نثق في وعوده، ولا نثق في لجانه، لأن كل ما له يعني أمور غائبة، كل الغياب عن أي شكل من أشكال الشفافية والمتابعة لا يعني مقدرة لنا ولغيرنا حقيقة من الـ يعني هم لا يحترمون أحد، لا يقدرون أحد، تواصل معهم صعب للغاية إن لم يكن مستحيل، ضرب العهود وال يعني قضية الاتفاقات عرض الحائط هذا هو ديدنهم، فالحقيقة يعني التواصل معهم صعب للغاية، ولا نثق فيما يقولونه، ولا يثق حتى المجتمع الدولي ولا المتعاملين معهم بجميع تعهداتهم. طيب. ولكن يظل هناك أمر واحد، أن هناك ستكون متابعة لهؤلاء، سواء يعني استطاعوا السيطرة على قنفودة واستطاعوا تمكنوا من هؤلاء الناس والسيطرة على رقابهم، ولكن تظل المتابعة، وخاصة لقادة عملية الكرامة، يعني أمر متواصل ولن ينتهي. طيب أنتم تتخوفون، إذن ما نفهمه أنكم تتخوفون في منظمة التضامن من أي سوء يطال هؤلاء المدنيين. سيد الحرف، المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدوركم، هل تشاركون هذا التخوف على مصير المدنيين وأمنهم وسلامتهم؟ والله الحقيقة نحن نرى أنه من الطبيعي يعني في ظل ما حصل في منطقة جنفودة من الطبيعي أن يتم التحفظ على هؤلاء المدنيين حتى يتم النظر في من هو مطلوب على قضايا سابقة أو منضم إلى أحد التنظيمات الإرهابية. لا أعتقد، بل نؤكد على ضرورة أن لا يكون هنالك انتهاك جسيم لهؤلاء المدنيين، وإذا كان هنالك انتهاكا فلتتحمل المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية كل ذلك بصريح العبارة. ندين ونستنكر أي اعتداء صارخ على هؤلاء المدنيين، لكن عن مسألة التحفظ عليهم أثناء خروجهم من منطقة جنفودة هو أمر طبيعي بالنسبة لنا. هناك إجراءات يجب أن تتخذ من قبل المؤسسة العسكرية هناك للتمييز ما بين من هو مسجل خطر أو منتمي إلى تنظيمات إرهابية، وإن كان مدنيا لا علاقة له بذلك، فأنا يعني نطالب بإطلاق سراحه وفورا. طيب سيد لملوم، برأيك ما هي الأسباب التي دفعت إلى الإخلال بالاتفاق الأممي السابق وعدم الاستجابة لمطالبات المنظمات الحقوقية الدولية المتكررة في هذا السياق بشأن إنقاذ العائلات من الاشتباكات في جنفودة؟ نحن نعرف أن كل المناشدات الدولية وكل الوساطات التي حصلت كانت ترفض من قبل جماعة الكرامة، يعني لما وصل ببعض من يمثلون الكرامة في المنطقة الشرقية بأن يقول لن يخرج أحد فوق السن 14 حياً. يعني المسألة هو الغدر بهم عملية مبيتة، وبالتالي لم يرى أو المجتمع الدولي أي تجاوب من هؤلاء جماعة الكرامة في بنغازي. وعليه احنا ماذا ننتظر الان؟ يعني كل منظمات حقوقيه في العالم ومنظمات حقوق الانسان قد طالبت، الصليب الاحمر وغيره، الامم المتحده كلها طالبت، ولكن هذه المطالب كانت بشكل يعني فيه نوع من الاستحياء، لانها ترى ان مثل ما قلت شيطنه هؤلاء، ترى انها كانت تتحدث هذه كل المنظمات على جماعات متهمه بالارهاب ولا تريد أن تورط نفسها بالشكل الجدي الذي من خلاله بإمكانك أن تؤمن خروج هؤلاء. لو كان هناك جدية لتم تأمين خروج هؤلاء بالطريقة المتعارف عليها دوليا، وهي طريقة آمنة، سواء كان ذلك عن طريق البرد يسلمون لممثل هذه المنظمات دون أن يمس بهم أحد، أو أنهم يخرجوا عن طريق البحر وتحت رقابة وحراسة دولية. ولكن ما حصل أن الكل لم يكن فعلا جادا في ان يحاول انقاذ ارواح هؤلاء المحاصرين في قنفودة. طيب.
اسمح لي بسؤال عن الذين لا زالوا موجودين في جنفوده. سيد صالح، هنالك 11 عائله لا زالت موجوده في المنطقه، ما الذي منعهم من الخروج تحديدا بحسب معلوماتكم؟ والله هي لحد معلوماتنا للعائلات اللي موجوده هي 15 عائله، يعني كنا سمعنا 10 سمعنا 11 وبعد يعني اخر رقم وصلنا اللي هو 15 عائله. طبيعي العائلات اللي موجوده غادي يعني لم تكن كلها عندها رغبه بلا شك في الخروج، لكن بشكل يعني يحفظ لها كرامتها، ولكن بعض العائلات لا تثق يبدو في 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 تصرف القوات التابعه للكرامه واللي يسميها السيد يعني عبد المنعم المؤسسة العسكرية، اللي هي ارتكبت جرائم لا علاقة لها بمؤسسة عسكرية ولا علاقة لها بي 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 بالقانون العسكري ولا بحقوق الإنسان ولا باتفاقيات جنيف، وضربت كل ذلك عرض الحائط وقالت ذلك صراحة: نحن لا نثق ولا نتعامل بالمعايير الدولية. طيب إن كانت هذه الأسر بحسب آخر رقم هي 15 أسرة، إن كانت هي الأسر هي 15 أسرة ما زالت موجودة في المنطقة. هذه النقطة فقط، لأنه هو ذكر أن الموجودين هو إرهابيين، الإرهابيين طلعوا يوم 4 يعني من هذا الشهر يعني معرفة وباتفاق مع المؤسسة العسكرية التي يتحدث عليها، طلعت بشكل آمن وخرجت نفس ما خروجها السابق من درنا 800 كيلومتر دون ان تصاب بطلقه اطلاق نار واحده. فلا يعني لا يحاول ان يزين، وهو بصفته حقوقي يفترض لا يحاول ان يزين لعمليه الكرامه انتهاكاتها. طيب على كل حال، هو قال ما قال وهو معني به بشخصه. اريد ان اسالك سؤال اخر فيما يتعلق بالنساء الذين تم اطلاق سراحهن، هل من معلومات حول المكان الذي خرجنا إليه بعد إطلاق السراح؟ يفترض أن يكون خرجا إلى أهاليه. للأسف ليس هناك أي شكل من أشكال الاتصال. السيد عبد المنعم الحر الآن من باب من واجبك يحتم عليك إذا كان عندك علاقة بالمؤسسة العسكرية والتواصل مع النساء ومعرفة مصيرهن ومعرفة ما يعني حالهن في الوقت الحالي ومعرفة مصير الناس اللي هم الذكور الذين سجنوا ولا ندري مصيرهم حتى هذه اللحظة، وليس لهم تواصل مع العالم الخارجي. هذا دوري ودورك اللي يفترض أن نقوم به. فبالنسبة للعائلات لا علم لنا، العائلات ما علمناه أنهم تم إطلاق سراح بكل تأكيد، انطلقا إلى أهاليهم بكل تأكيد هناك تحذيرات بعدم التواصل مع أي جهات. فيعني ما نتمناه وما طلبناه من 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 بعثة الأمم المتحدة للدعم الخاصة بليبيا هو السعي للتواصل مع العائلات. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى سيد الحر حتى يعلق على ما أفدت به الآن سيد الصالح. سيد الحر تفضل. والله الحقيقة أنا لا أريد شخصنة الموضوع سيد خالد، لكن الحقيقة عقلية يعني حتى عندما حدثت أحداث سرت كانت قوات البنيان المرصوص تقوم وقامت باعتقال العديد من المدنيين الذين خرجوا من مدينة سرت. هذا إجراء روتيني يتخذ عند في مثل هذه المواقف. مسألة التحفظ على البعض المدنيين هذا أمر طبيعي في مثل هذه اللحظات. نحن أكدنا على ضرورة أن لا يتم انتهاك حقوق المدنيين الذين خرجوا من منطقة جنفودة، وضرورة معاملتهم المعاملة الحسنة، هذا أؤكد عليه وأشاطرك في ذلك. لكن مسألة أنت معارض على مسألة التحفظ، هل يمكن كل من خرج من منطقة جنفودة أن يطلق سراحه فورا؟ هنالك البعض منهم مسجل خطر، وهنالك مطلوب للجنايات، وهنالك من ينتمي إلى تنظيمات إرهابية. أنا شخصيا لست على تواصل مع المؤسسة العسكرية كما ذكرت، ولكن أعتقد أن هذه احتياطات أمنية بالدرجة الأولى اتخذت من قبل المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، وننوه على ضرورة حماية حقوق المدنيين ولا يتم انتهاكها نهائيا. أما من تم وثبت عليه انتمائه لتنظيم إرهابي أو مسجل خطر في أحد القضايا فيتم إحالته إلى الجهات القضائية أو الجهات العدلية المختصة. هذا ما قلته. طيب هو سيد صالح على كل حال هو يتخوف من أعمال انتقامية في صالح هؤلاء المدنيين، ولكن أنتم كمنظمة عربية وليس أنت شخصيا، كمنظمة عربية لحقوق الإنسان، هل لديكم أي تواصل لمعرفة أوضاع المدنيين سواء كان مما لا زالوا عالقين داخل جنفودة أو الذين تمكنوا من الخروج أو المتحفظ عليهم؟ بالنسبة
بالنسبة لنا فيما يتعلق بالمدنيين المتحفظ عليهم والذين خرجوا من منطقة قنفودة تحديدا، لا نعلم بمصيرهم حتى هذه اللحظة، ولم يأتينا أي تقرير من المنطقة الشرقية يفيد صحة الأنباء التي تواترت حول نفند حتى هذه اللحظة نفند مسألة ما ذكر بقتل شخصين مدنيين. نحن لم نتأكد ولم يعني يأتينا أي تقرير من المنطقة الشرقية يؤكد أو ينفي ذلك حتى الآن. طيب. ما نطلبه من المؤسسة العسكرية الموجودة في المنطقة الشرقية ضرورة توخي الحذر وعدم انتهاك حقوق المدنيين بالدرجة الأولى، أما من عليهم تحفظات أو مسجلين خطر أو مدنيين لتنظيمات إرهابية نعمل إحالتهم إلى جهات ذات اختصاص وأن يكون أو ينظر في ذلك وفقا لسيادة القانون. طيب سيد لملوم، المجلس الرئاسي يغيب عما يحدث في بنغازي على الرغم من أنه لم يكن غائبا على الانفجار الذي كان في منطقة المجوري خلال الأسبوع، لماذا يغيب المجلس الرئاسي بوجهة نظرك عن الأحداث العسكرية الأخيرة أو حتى عملية التحفظ على مدنيين كانوا قد خرجوا من منطقة قنفودة؟ أنا أعبر عن رأيي الشخصي الخاص بي، أنا لا أرى السراج إلا شريك لحفتر على في كل ما يجري في المنطقة الشرقية، أنا لا أرى من السراج أو من المجلس الرئاسي أي رد فعل على الإطلاق أو إذن الانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في المنطقة الشرقية. نحن رأينا الكثير من القضايا، سمعنا بالكثير من النساء السجينات في سجون غرناطة، سمعنا بقضايا التعذيب، سمعنا ب الاغتصاب الذي يحدث في السجون للنساء، سمعنا بأشياء كثيرة ولم نسمع بأي إدانة تصدر من المجلس الرئاسي أو من السراج نفسه. وبالتالي أنا شخصيا أعتبر السراج والمجلس الرئاسي الشركاء في الجرائم التي تحصل في شرق ليبيا، وأن الجميع متواطي والجميع مؤيد لحفتر ومؤيد لما يقوم به هذا السفاح، وأن الجيش الذي في شرق المؤسسة العسكرية التي يتحدثون عنها والتي وصفها كوبلر بأنها مرتزقة، أن حفتر لا يمتلك جيش بأنه يمتلك مرتزقة من جماعة العدل والمساواة ومن جماعة التابو تشاديين، فالمؤسسة العسكرية هذه ربما تروق للسيد السراج رغم أنه يعرف جيدا أن أضعاف ما في هذه المؤسسة العسكرية من جنود يمكن أن يكونوا نظاميين حتى ومن الكتائب الأمنية السابقة هناك أكثر منها بكثير مما هو في غرب ليبيا ولا يعتبره جيشا. مثلا واضحة يعني هناك تواطي، ولهذا لا أتوقع أن يصدر بيان من المجلس الرئاسي ولا من السيد السراج ولا من حكومة الوفاق. طيب سيد صالح، بحسب أيضا تعاملكم مع عائلات سابقة خرجت من قنفودة، ما حجم الفرص لضمان إرجاع تلك العائلات لمناطقهم بعد حسم المعركة في بنغازي؟ والله هي يعني القصة أن هي قضية يعني ذكرنا نظرنا أنه هو قضية جيش ووطني ومؤسسة عسكرية وحكومة فعلية موجودة في الشرق، فنكونوا واهمين يعني الموجودين هناك لا علاقة لهم بقضية معاناة مواطن ولا علاقة لهم بوطن ولا علاقة لهم بوطنية. القرارات المتخذة من مجلس النواب يعني تعكس تصرفات مصالح شخصية أكثر منها أي يعني اهتمام بمصلحة الوطن والمواطنين. نفس الشيء طبعا ينطبق على الـ على الـ على الـ على الـ على الحكومة في الغرب وحكومة يعني الوفاق الوطني ومجلس الرئاسي، ينطبق عليه مثل هذا الأمر، لا يعني ليس لهم دور حقيقة. ولا ونحن نعرف أكثر من 200 ألف نازح الآن من بنغازي، ولكن الكل من هؤلاء ينظر إلى أن بنغازي يعني تنعم بالأمن والأمان، بنغازي وضعها الآن أصبح ممتاز، ويحاولون بطبيعة الحال يعني استعمال واستغلال الآلة الإعلامية المتوفرة لديهم لتسويق يعني هذه الرسالة للغرب. فكل هؤلاء لا علاقة لهم بالمواطن ولا معاناة المواطن، ونرى ونشاهد ما يحدث الآن ويعانيه المواطن. الأمر بالنسبة لنا واضح للغاية، هناك مشروع، المشروع هذا إعادة المنظومة القديمة بكل يعني إمكانياتها بكل طاقاتها. الآن الرجوع واضح لهؤلاء، نحن لا نمانع من رجوع الناس التي لم ترتكب يعني جرم في المنظومة السابقة ولم ترتكب جرائم قتل أو دماء أو أرواح في حيال المواطنين، ولكن في نفس الوقت الموجود الآن
بكل طرفيه الشرقي والغربي لا علاقة لهم على الإطلاق بالمواطن ومعاناته ومحاولة إرجاعه. شاهدنا المناطق التي تم يعني السيطرة عليها من قوات التابعة لعملية الكرامة. طيب ولكن الرجوع بالنسبة للعائلات، الرجوع بالنسبة للعائلات التي خرجت من جنفودة لغير سكنيها هذا أمر مهم. طيب ولكنك لم تجب على سؤالي، يعني الرجوع كان سؤالي عن العائلات التي خرجت من جنفودة، هل ترون أن بالإمكان مستقبلا أن ترجع لبنغازي ما بعد حسم ما يجري في هذه المدينة؟ الآن ما يحدث تماما هو عملية إعادة توزيع لممتلكات الغير، يعني من لا يملك الى من لا ليس له حق في الامتلاك، هذا ما يحدث تماما. ولكن اذا كان هناك مشروع وطني، مشروع دوله حقيقي لارجاع المواطنين لمساكنهم، فهذا بطبيعه الحال نحن نرحب بذلك. ولكن ليس لم نرى هناك اي جهد في هذا الاتجاه. عندما نتحدث عن 200,000 نحن لا نتحدث فقط عن الموجودين في جنفوده او اللي كانوا في جنفوده، معظمهم اناس نزحوا من بنغازي ولجأوا إلى جنفودة كون كانت آمنة في ذلك الوقت. ولكن هناك قرابة 200,000 الآن من مواطني بني غازي هم نازحين عنها، ولكن لا يستطيعون العودة نتيجة الظروف الأمنية الحالية، ناهيك عن الدمار الشامل الذي أصاب المدينة نتيجة عملية الكرامة ذاتها. أشكرك جزيلا، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. كان معنا عبر سكايب من جنيف الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح، عبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرعليبي عبد المنعم الحر، وعبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي ودمتم في أمان الله. We'll be right back.